أدى جموع المصلين في جامع السعيد بمدينة تعز صلاة الغائب على الشهيد محمد صادق السناوي الذي استشهد دفاعا عن الوطن في معركة بطولية ضد ميليشيا الحوثية الإرهابية. وعقب الصلاة توافدت الجموع من أبناء تعز المشاركة في واجب العزاء تعبيرا عن حزنهم العميق لفقدان أحد أبطالهم الذين قدموا حياتهم فداء للوطن. وكان الشهيد محمد صادق تمكن من قتل وإصابة ما يقارب 20 عنصرا حوثيا في منطقة شرمان بمديرية ماوي الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية منتصف الشهر الجاري. هذه المراسيم العزاء كانت بعد توجيهات ودعوة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي للسلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان ولجميع أبناء تعز تجسيدا وعرفانا لهذا البطل الشهيد محمد صادق السناوي الذي استشهد في عملية بطولية مع رفاقه. هذا البطل الذي له تاريخ ناصع أرعب فيها الميليشيات الحوثية دعا فخامة الرئيس أبناء تعز جميعا وكلف أيضا محافظ المحافظة ومدير مديرية بحضور كل مراسم. تمت اليوم مراسم العزاء الرسمي والشعبي بحضور كوكبة من قيادة السلطة المحلية وقيادة المديرية وكوكبة من القيادات العسكرية والأمنية وفاء وتقديرا للدور البطولي الذي قام به الشهيد ورفاقه، كما تم أيضا بتوجيهات كريمة من فخامة الدكتور رشاد العليمي توفير مسكن آمن لأسرة الشهيد وصرف أرضية ومبلغ مالي لبناء منزل لأسرة الشهيد. أبناء محافظة تعز اليوم كانوا في مشهد مهيب جدا وهم يصلون صلاة الغائب في جميع مساجد المحافظة